أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تعتبر مدينة زمامرة إقليم سيدي بن نور وكرا للأزبال المنتشرة هنا وهناك التي أصبحت في كل مكان بمثابة أوكار للكلاب الضالة وملاجئ آمنة للحشرات، ناهيك عن روائحها الكريهة التي تعد المصدر الرئيسي للقلق. كما أن العديد من المطارح العشوائية المتواجدة بالشوارع الرئيسية وأمام المقاهي وحتى بجانب الإدارات العمومية يوحي بمدى عبث المسؤولين بجمالية المدينة وصحة المواطنين، حيث لا يمكنك أن تجد مواطنا من المدينة إلا ويتذمر مما آلت إليه الأوضاع. وهذا التقصير يرجع بالأساس إلى سوء تسيير الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها.